مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله. لقاء خاص النهاردة مع نجم من نجوم النادي الأهلي الكبار، اللي الحقيقة يعني هو مش بس أهلاوي، يعني هو ضحى بحاجات كتير جدا علشان بس يلبس تيشيرت النادي الأهلي، علشان بس يكون موجود هنا في ملعب التتش ويكون بين أساطير النادي الأهلي. لما جه النادي الأهلي يعني يمكن مشوار طويل علشان يوصل للنادي الأهلي أو يكون بين لعيبة النادي الأهلي، ضحى الحقيقة بحاجات كتيرة. يعني عايزة أقول لحضراتكم إن الموضوع وصل إنه يدخل المستشفى بيعاني من انهيار عصبي لما حس إن المسألة صعبة شوية أو يعني مش ماشية قوي. وقتها الموضوع كان صعب بس ما كانش مستحيل، لأنه لما قدر يوصل النادي الأهلي بالإصرار الكبير جدا اللي كان عنده، قدر فعلا يثبت للكل إنه أهلاوي جدا، منتمي جدا، بيحب الأهلي جدا، والجمهور اكتر حاجه بتفرق معاه واكتر حاجه بيحس بيها هو الاهلاوي او الاهلاوي جدا، اللي انا متاكده انه لو ما كانش لاعب كره قدم كنا هنلاقيه في المدرجات برضو بيشجع النادي الاهلي. نجم النهارده طبعا بعد ما عرفنا ان هو اعتزل، خبر زعلنا اكيد كلنا، نهايه الموسم اعلن ان هو ان شاء الله هيعتزل. طبعا اكيد اي اهلاوي بيحب النادي الاهلي وبيحبه جدا كمان اكيد متضايق انه مش هيكمل في النادي الأهلي أو حتى هيعتزل كرة القدم. خبر أكيد ما كانش سهل على كل الأهلاوية اللي بيحبوه. نجم النهاردة هو نجم الأهلاوي الكبير، الأهلاوي جدا، الحاوي وليد سليمان. كابتن وليد كل سنة طيب. وحياتك طيبة وكل سنة والأمة الإسلامية بخير وطيبين إن شاء الله. مبسوطة إن أنت معانا النهاردة وكل سنة وأنت طيب. وحياتك طيبة، أنا كمان مبسوط وسعيد إني متواجد معاك النهاردة.